التحول اللي حصل النهاردة في تقديم الخدمات خلى البريد المصري دايما يدور على الجديد، وكان الهدف الأساسي تقديم خدمات لشباب الشباب المصري. يمكن الجيل الكبير شوية عارف البريد المصري وعارف الخدمات اللي بنقدمها، لكن النهاردة الشباب وهو ده هدفنا ان احنا نكلمه، بنقدم له الجديد زي ما قدمنا في السابق السنة اللي فاتت تطبيقات زي وصلها تقدم خدمات. النهاردة التحالف الكبير اللي بيحصل مع دي انترتينر انا بعتقد ان هو نقلة كبيرة في السوق المصري. التواجد في مصر كان لازم يجي عن طريق شراكة قوية جدا، فطبعا البريد المصري بانتشاره الكبير في مصر كلها وعملائه كتار، فطبعا ده كان مهم قوي بالنسبة لنا ان احنا نبقى مع البريد المصري. الانترتينر از ان ابلكيشن، هي ابلكيشن موجودة في اكتر من 10 دول على مستوى العالم. شغلها بسيط جدا، اتس فيري تكنيكال، يعني التكنولوجي بتاعتها از فيري سمبل، ان الناس بتقدر بطريقه تكنولوجيه معينه تحصل على عروض وتحصل على اسعار وتعيش عيشه احنا بنسميها سمارت لايف، انك انت بتعيش عيشه اذكى. هو سمارت لايف ازاي؟ النهارده لا بدل ما تروح مكان بتصرف فيه 10 لو صرفت 5 دوت افضل لاسرتك وافضل لاولادك وافضل لمستقبلك لو تعودت على كده كمان. فده انترتينر هي ابلكيشن بتساعد الناس تعيش حياه سمارتر، غير التكنولوجي اللي بتتقدم سواء التكنولوجي بتاعت البيمنتس، التكنولوجي بتاعت الديتا، التكنولوجي بتاعت الديتا اناليتكس، التكنولوجي بتاعت الماركتينج، التكنولوجي بتاعت الكونتنت كرييشن. كل التكنولوجيز ديت طبعا ديت هتبقى موجوده في مصر وهتبقى موجوده مع شركائنا من البريد المصري. فهو ده اللي احنا بنحاول نقدمه، نحاول نقدم تكنولوجي، نقدم حاجه جديده للسوق المصري، نقدم حاجه الناس مش متعوده عليها. واي ثينك ان شاء الله ان مصر هتبقى سوق كبير قوي يعني للانترتينر وللتكنولوجي دي ان شاء الله. برنامج ذا انترتينر لو في عجاله كده هقول لحضرتك ان هو واحد من اكبر البرامج المتخصصه في الخصومات وتقديم برامج الخصومات والمكافآت وتقديم برامج الولاء للمواطنين. بتعمل في اكتر من 10 دول على مستوى العالم، يمكن السنه اللي فاتت عملوا رقم كبير جدا في التوفير قرابه المليار دولار. عندنا النهاردة في مصر مع البريد المصري قدرنا ان احنا نعمل شراكة من خلال ابليكيشن زي انترتينر مع اكتر من 600 متجر هيقدم خصومات للمواطن المصري عن طريق الابليكيشن. طبعا بندعو كل الناس انها فعلا تجرب البرنامج، لانه برنامج هام جدا، بيساعدك في كل الحاجات اللي انت تقدر تشتريها، في الاكل، في الشرب، في المطاعم، في المحلات، في المستشفيات، في كل حاجة، في كل المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها هتلاقي ان الابليكيشن بيقدم لك خصومات مهمة جدا من خلال ده.